السلام عليكم الأخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. حنا دابا تحت جرف عائشة، موجود بالزرادة. انتما كتلاحظوا الجرف هو هداك، شي القمة ديالو تبارك الله. قداش انتوا كتشوفوا خراب، بعيد شي شويه، ولكن الطبيعه الخلا والقفر كما كيقولوا. ها هي تقليحت لي، ما كيعرفش تقليحت وتزكى. ها تزكى لهاد الجهة، شحال بعيدة جبل تزكى. دي يعتبر انه مزاج طرف الكياس وين يوقي لها العمر التغذية تزين دي من الرزق قادر هذا اللي الرزق شحنا يرحمنا. امين. كتشوفوا راه الجو يحزن، الارض محتاجه للمطر. البلاصه هذه كتكون هذه البلاصه
لا انت خذت انت ما عندك اللي انسوه ملا غير سيرا فالجير كي دايرين الناس فين ساكنه حياه البدائيه شلعين بيه عليهم العزلة في الطريق ديك الجهة كذا ما تكونش تقطعت
الناس كانوا يحفروا البير. الزوم ديال الطريق جاية من واحد البلاصة كيقولو لها تيش تيباون. دابا حنا غادي نرجعو عند شفتي غردايه. الخصم هاد الشهور قال لي تيش شفتي غردايه. شي واحد عنده الفلوس كاين شي يديرها هنا شي واحد ما عندوش الفلوس الصحاب هنا عزيز قاسم من يبلغ نانو؟ عزيز قاسم من عزيز قاسم أحسن أحسن بارة صاحبي دار معاها البيرو والله إلا واحد واحدة سنتين فيه مربوط كاغيون 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 يا مسيت إدريس يا مسيت وليتي النان دولوت لواو الخصم الرويده انا عارف شو شغلتي وي لا عطيك الرويده عند إلماتنا ما تعرفوش إلماتنا هانتوما غتعرفوها مدينة إلماتنا المشكلة دابا هو حنا غادي في الطوموبيل غنوصلو حتى لهاديك البلاصة فين غادي نوصلو غنرجعو على رجلينا هذا هو المشكل لا ناخدو شي طوبيس من تمايا ولا
هذا ايش معنى؟ سردون لي مكة عرش سردون كيسر حتين عيش لا
الدجاج موجود، الناس اللي عايشة
شتو ولا تغاغي هنا مش غادي يعني راح ما خطر لا انت شو انت زدخل تنسوا تشتري باتيسن هادي واو رخصا هل تشتري تشتري غير ميلا باتيسن واه ها واه مي غصف خصد من دولي وبريد نفعني مزيد اه تقدر من دولي يجي ناس القدر ايه هادشك تبريد ما التبريد أمس جيدة صابون تبان يا تبون الناس كيتيبوا الحشرة كنشم ريحة الحشرة والسمن البلدي فهاد الدريس ما جبنا لها حشرة السمن البلدي قلت لك اللبن وصاحب والله ما كتحشر جاب اللبن بلا الخبز دابا تاخد عليكم والله حنا غادي نمشيو حدا رجلينا واش نشربوا اللبن بلا الخبز بلا الحرشه ها اللبن كاين ولا كاين باش ندوزو كاينه القرعه الا كاينه القرعه ندوزو بالقرعه واش حنا فينا الجوع باقي ما فاطرين واش تفطرت انت الله يحفظك أنا نشدك يا شقوف سير جوج ديال الطرقات كيفاش انا احنا مصطفى هذا جوج تليفونات عارف واش كيصور بهذا ولا بهذا مصطفى غشاش كيصور هي ملي تبدل شي شعر معنو عندها غير خوتين هذه هي سير هي كيش بشي ريحة يا اخوان مش ريحة البلاكيت ولا كما تضغط الهوندا قبل ان تدعو عندو بريد رزا رزا تويت الدار دفتر
لك شوي لا خالي مضيع بابا ما أشكر أرشي انت الناس بارك عام انت الكرة السريعة الدورة دي السواقية انت تتسنج على السيارة وارزازات ديال الزرار دا القلعة تكتب خوات الله في البادين مشي زوين تمة الجدل كيش كيش في غطايا تيزي وتفلت البلاصة سميتها تيزي وتفلت هاد في المكان هنا المفروض يكون فيها الثلج وقيته ديال الشتاء تكون كيف شنو هذا الطوف؟ اجي 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 نوقفنا هنا يا الكلب جا ما عرفتش شنو باغي ما انا بتشي غا يكون هاني